ايش؟ ندي مساحة للناس ثاني لا لا مش تدي مساحة، خليك معي قاعد في اللايف، انا داير ارد كده عشان ما داير ادخلك في فتيل انت. خلاص تمام تمام اوكي، انا ما داير ادخل استاذ حامد كسلة في فتيل، لكن انا اصلا قاعد في فتيل زي ما قالوا، انا اصلا في فتيل، وفتيل ده كسرته كده، بكسر الفتيل. انا جوه الفتيل بكسر الفتيل ده جرو بمرو، انا بمرو حبيبنا. اول حاجة شوف، انا ما داير اسالك موضوع بتاع الجنجبيل، لانه ده موضوع زول قاعد في السودان، انا ما داير ادخله في نفق مظلم بعد احترامي له الكامل، لكن انا بقوله طبعا، انا قاعد اقوله. فطالما طول ما اخونا حامد بسماحتك، طول ما الجنجبيل قاعدين ما في دولة بتتبني، وطول ما الكيزان قاعدين ما في دولة بتتبني، ده واحد. اتنين، السودان بيعاني اقتصاديا، ده قال هو كلامه كده، بيعاني اقتصاديا والناس تعبانة وبتاع. حبيبنا بسم بالله، في جنوب السودان ودارفور أكلوا طرق الشجر ده، شفت ده؟ شفت الشجر ده؟ طرقه زي ده بدقوا، والله جد أكلتوا أنت طرق شجر يا جماعة؟ ها؟ رسالة لأخونا حامد، شفت طرق الشجر ده؟ والله العظيم أنا اللي قدامك كده أكلته، والله جد بناكل طرق الشجر ده، بيسووا لنا ملح، شجر اللالوب، ظروف ما نحن اكلناه التراث ولا كده، ولا عادات وتقاليد، لا 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 لا. في ناس طبعا بيقولوا لك من قبيلتنا، بيقول لك ده عادات وتقاليد، لا والله يجو وجهي بس كويس. فالمهم شفت الطرق ده بتاع الشجر ده، بندقه وحبات بصلايتين كده، وما فيه شرموز ذاته، ناكله كده بس باللقمه بتاعت فتريت، عرفت كلامي؟ فالموضوع بتاع الاقتصاد ده نحن مستهم عندنا نهايه، وانفلات بتاع الامن ده اتفلت زمان، يعني الومك علي، من زمن حرب الجنوب انفلت الامن، ومن زمن حرب دارفور الامن اتفلت، ومن حرب جبال النوبة النيل الازرق الامن اتفلت انفلت. فكونك انت شايف انه والله يا اخي دي فتنه والامن بتفلت في الخرطوم، حبيبنا والله لا، ما رفاته بندقيه ودقيت وناس كن ناسكم ذاته، اي زول يدق ناسه، انا ذاتي ما قاعد ادق ناسي، لو ما انت ذاتك دقيت ناسك ودير تجي تطبطب الجروح ومعليش وكده، وزي اهلنا المساكين في دارفور الله جعلها، الامور ما تمشي ما تمشي. زولك ده تخطه لو دبر عنزاي عديل، انا ممكن قاعد عندكم ناس في الخارج وعندهم الامن والامان قاعدين معنا هنا سوا، خليه يقولوا خليه يردوا، احنا ما نلوم نلومكم انتم، الناس اللي بيجي بيتغلقوا من البيوت وبيحددوكم بكم افواهكم ما بيخلوكم تتكلموا، عرفت كلامي؟ طلق الشجر زي ده نحن اكلناه خير 84 سنه، الجفاف داك اطلع منه عديل، هسي ده هسي ده. وموضوع بتاعت كهرباء ومويه ده ما عندنا ذاته، ده في ناس ما بعرفوا ذاته، في ناس رادي كده رادي، شفت رادي من الله خلقهم ما عنده. المهم تحياتنا، تسلموا كثير، الساعه 5 الا 7 دقائق. طيب نديكم حاجة بتاعت نصها تاني، لأنه الأسرة عندنا هنا 5:30، نستقبل مرحبتين، وبعتذر للناس اللي حصل ما حالفهم يا كسرة أبابك كسرة، أنت جاي السودان 200 ألو ألو، مرحبتين. الو حبابك. وعليكم السلام ورحمه الله، احمد كسلة حبابك. تسلم 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 يا كمرد، اخبارك شنو؟ الحمد لله والله، في لايف مباشر انت، تفضل. ايوه انا في لايف، انت في لايف مباشر يا اخوي، انا رسالت لك يعني اللي بيسمعوا، انا في امريكا ماشي. ولإخواننا الموسم بتاعت الخريف الجاي أنا قاعد نسمع، الأهم 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 كل زول يعمل، كل ناس في محل في منطقتهم يكونوا مكمنين، وفي ناس يزرعوا، ما في زول يكون قاعد في زرع وغافل ويجوا يغتالوا ولا يجوا يهدوا ولا يجوا يسووا. أنا برسل لك صورة بتاع الجماعة اللي جابوا دخلوا البهايم على الزرع،
الصورة دي ما عاد انه تتكرر تاني السنة. معي؟ معي رسلوا عليك الله. عاد رسل لك هسي. تمام. طيب. الدعوة مفتوحة يا جماعة، الدعوة مفتوحة. الدعوة مفتوحة. الدعوة مفتوحة بعبر ال يا احمد كسر ارسل لي الفيديو في الواتساب، يعطي فيديو لكن. طيب الناس اللي كتبوا دعاوي ده الشات ان شاء الله نتوفق في تلفون قوي عشان نجي ندخلكم. فيسبوك طبعا عملت له تحديث بيدخل 3 نفر مباشر وده كلام طيب جدا. طيب طيب نشوف هنا. مش شبكة كعبة شديد. اوكي في كمية بتاعت ناس هنا. طيب نستقبل هنا. مرحبتين. الف مرحب لك، التحية يا كومريد كسلة، وتحية لكل الناس اللي متابعينك. انا بجد تحية الابطال السمدو ورفعوا روسينا ورفعوا روسينا والاستشهد من ربنا اغفر لهم ويرحمهم. نعم. هو ده الصح اصلا، ما في خيار ثاني غير الخيار الحس حاليا قدامنا ده. وتحيه كبير لابطالنا في ادي كونغ وكل بقاع ارندوكا. نعم. الحاجه اللي دار اقول للخارج والداخل، البكاء بعد فوات الاوان ما هيفيدنا بحاجه. ف يعني احنا ما فقرانين، يعني احنا عندنا البكفينا، عندنا اراضي يعني نسبه 90% صالحه للزراعه، والناس قاعدين مخنقين في المعسكرات يعني باعتبارهم محصورين لمده 18 سنه. سو السنه ده احنا يعني مصرين عشان نزرع كويس. ف يلا مصرين عشان نزرع، محتاجين نوفر بعض الحاجات كويس. بوتوسي ما بوتوسي، نين ما نين، يلا ده لازم يتوفر بكميات كميات يعني ما بعدها الكميات كويس. وبعدين رجال احنا ما دايرين يزروا، يعني ما دايرين راجل يمسك توريه ولا يمسك جرار ولا كده، لا 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 لا، الرجال يكونوا في الخنادق، والنسوان كلهم من بكرة بهم يتوجهوا لهتات بتاعت زراعة. بعدين في رسالة تاني مهمة جدا، قبل يومين في عربية بتاع الجيش، في عربية بتاع الجيش كان متحرك من محلية كريديك وماشي لوحدة الإدارية أمتجوك. أمتجوك طبعا هو تابع لكريديك نفسه، بقى في اتجاه الشرقي، يعني في اتجاه الشرقي من الكريديك. فجنجويد قاموا نصبوا له كمين وهرقوا. شوف ده عربية بتاع الجيش وتابع للحكومة يعني هرقوا. فدم يعني إنه الشعب والجيش بيتواروا، هم حتى لو ما سميناه يعني في خندق واحد هم قريبين من بعض. فدائما شباب دائما تحاولوا تتجنبوا من احتكاك الجيش، وما تحاولوا دائما يعني ما تحاولوا باي طريقه تدخلوا نفسكم في اي احتكاك مع الجيش. اما الدعم السري لو جوكم باي فهم ما تسمو لهم انه يجوا ياخذوكم ثاني زي ما خدوكم في كريندي ولا في هاي جبل 1 و2 وزايدا كيرينا 1 و2. لكم كل التحيه وكل الاحترام ودائما مسراو. حول لي يا اخي، حول لي العربيه ده، انا ذاتي بشوفها، انا كان شفتها لكن نسيت ما رفعتها، حولها لي. تمام تمام برسل لك. حول لي، تحياتنا، تسلم، شكرا. شكرا لك. حول لي العربيه دي، انا ذاتي والله نسيتها، كان ماشيه ودقوها، شفتها دقوها الجنجويد بعربيه لب خبطوها. المهم انا ذاتي بشوفها هنا كويس، بشوفها هنا 5 دقائق ما عندي والله. يصدق يا حدي يا حدي، لقيتها هذه العربية، انا ذاتي عندي لكن نسيت ما عرضتها. يا هذه العربية، شفت الجنجويد، عربية بتاع الجيش خبطوها. يلا يا مواطنين، تدقوا عربات بتاع الدعم السريع زي ده. الجيش ده انتهى ولا ما انتهى يا جماعة؟ الجيش انتهى ولا ما انتهى؟ الجيش في فتيل يا صاحبي.
الجيش في فتيل يا صاحبي، شفتها؟ كان شاحن شايل الايج ده، شفتها؟ شايل الشوالات الايج ده، بس دقوها. اها رايكم شنو؟ طيب نكرر موضوع بتاعت مزمل الفقيري عشان 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 الموضوع ما يمشي ساكت، لانه حامد كسلة فبيشوف